السلام عليكم اخوانا اخواتي كرام لكم جميعا كنحييكم كل واحد باسمه في اي مكان كنتو ازول في الله كنشكركم على الدعم ديالكم المتواصل ليا وعلى مشاهدتكم ذوك الحلقات السابقه ديال الشخصيات المغربيه وانا الان مستمر في يعني في تطرق الشخصيات الشخصيات المغربيه اللي يعني اثرات في التاريخ ديالنا واثرات يعني في الثقافه ديالنا واثرات في يعني في, في الموروث ديالنا شخصيه اليوم هو من اقدم الشخصيات هو ممكن نقول عليه هو اقدم شخصيه مغربيه غادي نتكلم عليها لحد الساعه لكن قبل هذا عندي واحد تفريشه كما كنقولوا تفريشه يعني بغيت نفرش واحد القضيه انا دائما اول احنا كنا كنسمعوا المغرب عمره 14 قرن المغرب عمره 14 قرن المغرب عمره 14 قرن وهذا من بين الاخطاء اللي كنقومو بها وهذا الكلام ماشي صحيح المغرب ماشي عمره 14 قرن المغرب عمره الاف سنين المغرب عمره عشرات القرون ماشي 14 قرن لانك انت فاش كتجي كتقول لي المغرب بدا مع مولاي ادريس فانت اش كدير اش كدير كتمشي كتمسح كت... ليا كاع داك التاريخ اللي كان قبل مول ادريس كتمسحو بكومه علاش لانه هو تاريخ آ... امازيغي وانت كتجي كتبغي يعني تبدا التاريخ من البدايه ديال دخول الفاتحه للمغرب يعني ك... كان المغرب قبل ما يجيو الفاتحين عندنا شمال افريقيا ما كانش المغرب ما كانش من قبل لا المغرب كان من قبل كان وكان مؤسسات وكان دولة وكان تاريخ وكان حضارة وكان إنجازات وكان بزاف الحوايج من بين من بين يعني الآن من بين الثورات اللي 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 اللي, اللي كتحدث الآن عندنا في المغرب هو أننا نحاربوا ديك الفكرة ديال أن المغرب عمره 14 قرن المغرب ماشي عمره 14 قرن المغرب ماشي عمره 14 قرن المغرب, المغرب كبر من 14 قرن المغرب قدم من 14 القرن المغرب راه الجذور ديالو يعني كتمتد يعني القرون قبل الميلاد وهذا الدليل الدليل هو هذا الملك الامازيغي المغربي الموري اللي نتكلم عليه واحد القضيه بغيت نقولها عاوتاني دابا كيجي كيتفهم من كلامي انني انا راه بغيت ندير دوله امازيغيه وعرق ما كاين لا ما عنديش هذه القضيه يعني. انا انا كندافع على تا مغربيت تا مغربيت فيها كلشي حتى في الامازيغ فيها اليهود فيها العرب فيها الافارقه فيها الاندلسيين كلشي مخلط وكل واحد من هادو كيساهم شي حاجه بحال لا سيرونس بحال لا سيرونس لا كل واحد كيعطي واحد القدر في الشهر كل واحد كيعطي شي عدل وقعت لي شي حاجه كنجبدو كنعطيو دوك فلوس اللي جمعنا بحال هكاك المغاربه أه سميتو أه... كاين الامازيغ كاين اليهود كاين العرب كاين الافارقاء كاين الاوروبيين اللي جاو من الاندلس هادشي كل واحد كيعطي واحد الحاجه كل كل كيساهم يعني يا, يا اما في الفن يا اما في اللباس يا اما في هذا يا اما في, هذا يا إما في هذا حتى كتشكلنا في الاخير داك 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 النموذج وداك الشكل النهائي اللي هو تا مغربي صافي آه الفيديو ديال اليوم غنتكلم على واحد الملك امازيغي مغربي لحكم مملكه موريتانيا مملكه موريتانيا دابا غادي يردوها عاوتاني هي موريتانيا ديال دابا لا لا باش تعرفوا هنا الاصل اصل هو المغرب مملكه موريتانيا هي واحد المملكه شاسعه كانت في المغرب آآ كان حاكمها واحد الملك كيقولوا بوخوس الاول وكاين واحد التسميه اخرى كتنطق بوغوس الاول بوغوس الاول هذا الملك هذا عاش شوفوا سمعوا عاش قرن قبل الميلاد يعني قرن قبل ما يجي النبي عيسى عليه السلام قرن شوفوا تاريخ المغرب وعاصر عاصر الملك يوغورتا اللي كان حاكم نوميديا الملك يوغورتا اللي كان حاكم نوميديا نوميديا هي الشمال الجزائري دابا حاليا وسبحان الله العظيم سبحان الله العظيم كان التاريخ يعيد نفسه التاريخ يتعود داكشي اللي وقع ما بين بوغوس الاول ويوغورتا غادي يوقع دابا ما بين المرحوم محمد الخامس الله يرحمه والمرحوم الحسن الثاني الله يرحمه وما بين بومدين وذوك ودوك بين قوسين توار اللي حاربوا الاستعمار الفرنسي اللي حاربوا من عندنا من وجده ومن بركان ومن داكشي المهم هذه واحد الصوره واحد الصوره ديال الملك بوغوس الاول هنا اول ملاحظه شوفوا لباس شوفوا اللباس يعني بتعرفوا ان اللباس مغربي قديم شوفوا داك القب الجلابه هذه راه قرن قبل الميلاد شوف قرن قبل الميلاد يعني قارنوا ما بين هذه التصويره والتصويره ديال محمد الخامس الله ي... الله يرحمه يعني شوفوا المغرب يعني في... عنده هذه القضيه يعني تبارك الله المغرب دائما فيه التميز يعني حنا حنا ما جبناش شي حاجه من من شي بلاد اخرى داكشي كلشي ديالنا اللباس ديالنا التراب ديالنا كلشي ديالنا الحمد لله من يعني من الابتكارات ديال جدودنا المهم هذا هو بوكس الاول كاين واحد التصويره اخرى هذه دي ديال بوكس الاول اللي هي هذه المهم أه بوكس الاول كان كيحكم واحد المنطقه شاسعه وكان بنى عدة مدن من طنجة وسيكا ووليلي وأول من يعني دار دار السك دار سك النقود يعني خرج الفلوس مهم في العصر ديالو كانت حروب ما بين ما بين الامازيغ وما بين الرومان لان حنا كنعرفو بان يعني التاريخ ديال الرومان مع الامازيغ كان بحال مشو الفار يعني مره هنا مره هنا مهم أه الرومان مشاو طمعو او قرنو في شمال الجزائر يا نوميديا اللي كان حاكم مع يوغورتا هو نسيب ديال بوغوس نسيبه فمشى عنده أه قال لي أه الله يرحم باك انت عندك الجيش قوي داكشي اجي أه عاوني راه غادي يهجموا عليا الرومان مشى ابو غوس اول قال لي اها مرحبا ولكن رانا بيني وبينك عندنا واحد المشاكل الحدوديه والله الا هادشي بصح شوف هادشي قبل 2000 عام آه بيني وبينك راه عندنا واحد المشاكل الحدوديه راه خصنا نسووها قال لي صافي هذيك الارض غادي نعطيها لك هذا يوغورطا ديال الجزائر قال لي صافي هذيك الارض غادي نعطيها لك صافي مشى مشى بوغوس جمع الجيش وداو ودا الجيش ديالو ومشاو باش باش يحاربوا الرومان نزلوا الرومان فواحد المنطقه دابا في الجزائر سميتها قسطنطينه تلاقى الجيش ديال يوغورطا مع الجيش اللي جاب المغرب ديال بوكوس ومشاو هجموا على الرومان دقوهم عطاهم قتله العصا الرومان هربوا رجعوا للطليان جلسوا الارض صافي آآآ أه بوغوس رجع للمغرب ويغور طاكس في الجزائر مشى قال الله يرحم باكش دابا بوغوس اتصل ب بيغورطا قال لي أه شنو شنو قال لي كيفاش شنو قال لي شنو, شنو؟ بغيت الارض يا, يا اجي وجيب جيش ديالك وندبزو مع مع الرومان ولا ربحناهم ما نعطيك الارض قال لي راه داكشي اللي درت انا مشيت جبت الجيش ديالي وخسرت الفلوس وخسرت هذا وخسرت ديك الساعه ما كانش المازوت خسرت <applause> خسرت العودانات وخسرت العلف وخسرت هذا باش باش جيت عندك وماتوا لي الناس اعطيني الارض قالي لي لا ما عندي ما عندي ما نعطيك عندي ما عنديش ما عنديش ما, عندي ما ما, عندي ما, ما كاينش واخ هادشي نفسه اللي وقع مع محمد الخامس الله يرحمه وسالي التاريخ كيتكرر فاش فرنسا جات عند محمد الخامس قالت ليه اجي نتفاهموا الحدود قال لهم لا بيننا وبين اشقائنا حتى تحرر الجزائر وتاخذ الاستقلال عاد ديك الساعه أه نشوفوا شوفوا هذه القضيه الحدود تحررت الجزائر أخذت الاستقلال مشى واحد الخامس قال لنا رجعونا... الاراضي ديالنا اللي خذات فرنسا مشاو مش عمك بوم ديان ودوك الربعه اللي كانوا معاه وداك اللي عندنا اللي اسطو من المغرب داك بن بن بالله داك بن بالله اللي اللي كي على المغرب كيقول مراكش ما فهمت انا هو هو مغربي من اي تصالح و... وك... وكيقول لك مراكش قول المغرب شنو مراكش المهم آه مشاو قالوا لهم لا لا يوجد اي رقم بالهاتف الذي تطلبونه ولا ما نعرف صافي شنو بغيتي الارض لا ما كاينش نفس الديكور دار يوغورطا مع بوغوس لا ما عندناش ما أه. واش حنا نقول لك شي حاجه حنا نقول شي حاجه لا ما عندناش لا الحدود الموروثة على الاستعمار، دابا راه مابقاتش ديك مابقاوش كيقولوا دابا ديك القضية ديال الحدود الموروثة على الاستعمار ولاو كيقولوا كي الحدود المأخوذة إبان الاستقلال زعما بغيت تجيب ديك الاستقلال زعما زوينة زعما فهادشي اللي وقع دابا هما جا محمد الخامس الله يرحمو ضحى بنا المصانع السلاح بدنا كندعموهم وكذا وهما كيجيو عندنا هنا ولا والمقاومين كذا الناس كان الجزائر ديالنا هو 350 الف مغربي جراو عليه وخداو الارض ديالنا يعني ما يردوها الى يومنا هذا واخرها كانت هاد الجوع ديال العرجه الى كنتو العرجه اخرها اخر ما كاين هي العرجه هادوك المساكن مشاو داو دوك المزارعين ارضهم داوهم اليوم لكن بوغوس بوغوس ما داش الخطا ديال بوحد الخامس الله يرحمه بوغوز كان شويه قاصح ما كانش عن... ما حنين بزاف بحال بحال محمد الخامس الله يرحمه بوغوز قال لي واخا صافي صافي برافو تبارك الله عليك انت جيني نتا سانك سانك ايوا سيدنا خلاه حتى انت وقال لي اجي اجي عندي هذا بوغوس اجي عندي يعني زيارة رسمية اجي يعني عندي نتفاهمو وفي نفس الوقت مشى عيط على أه واحد السفير روماني ديال روما واحد السفير جا يعني تزامن تواجد في المغرب او في موريتانيا ديال يوغورتا وديال السفير ديال روما ايوا اش جا <applause> دخلهم بجوج ويقول لأ... قال السفير عندي لك واحد الكادو قال لي شنو هو الكادو قال لي أودي معك. <applause> شدي شدي ودي معك هل... شد شد يغورطا وداه للطاليان يعني. ياك نتوما ب... ياك هذا هو العدو ديالكم وبغيتو تحاربوا وكيحاربكم داكشي ها هو ديو هذا هو الكادو وتعلم تعلم دابة انك تقول بالناس صاحب كان تقول بني الله دابا وسلموا للطاليان هذا قوس الاول ها. وكي محمد محمد الخامس ما دارش اللي كيجي كيقول لك تسليم طائره الى إيه كذا وتسليم الطائره وتسليم والحسن الثاني يخون الثوره الجزائريه اش من حسن الثاني يخون الثوره الجزائريه الا كانوا هما الا كانوا القيادات ديال الثوره الجزائريه كيجي في المغرب عايشين في بركان وفجده الا كانوا هما كيتلاقاو مع محمد الخامس في القصر الملك كيتلاقاو مع محمد محمد الخامس في قصرت البلك واش محمد الخامس يعني اولى الحسن الثاني الله يرحمهم غادي يجي غادي يدير صراحة المسرحيه طياره ممكن يشدوا من يسلمهم في لفرنسا شنو فيها كاع ومن بعدها وما قاعد تسلبوا واش شنو دارت لهم فرنسا تلقاتهم صافي شنو ومن بعدها وما نتوما كاع جديدوا الاستقلال نتوما دابا يعني كتر من لي فرونسي يعني زعما نتوما دابا داخلين حروب مع فرنسا وزعما ما نتوما انا حنا كنشوفوكم حاضين المغرب حاضين هاي المغرب آه سانداريستان قصبة هذا ما 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 مش زعما زي ما خدامين بين تردو اعتذار من فرنسا ولا قتلوا ولا داعينها على ذاك اللي دارت في الجزائر لا مش مروك 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 ف هذه هي الشخصية ديالنا اليوم نتمنى الإخوان الحلقة الحلقة تنال إعجابكم تحياتي لكم اتمنى لكم فطور شهي ان شاء الله الصيام مقبول نتلاقاو في فيديو جديد وفي حلقه جديده وفي شخصيه جديده تحياتي